بدأ التجمع لمسيرة الأعلام بمنطقة حوض الأشراف، واستعد الحاضرون للانطلاق بالسلام الجمهوري، وتحركت المسيرة، ولا أحد يعرف أين بدايتها ولا نهايتها، فقد أتى الناس بسيارتهم بغزارة كالمطر يحملون الأعلام، وأغلب من يهتف ويفرح بعيد اليمنيين وثورتهم هم الأطفال والشباب. منذ أول ليلة لسبتمبر وهذه المدينة تبتهج تحتفل في كل المحافل بين المدارس وبين المتارس والجامعات ندوات احتفالات ابتهاجات، وما يحصل هذه الليلة هو سبتمبر في تعز الليل يشبه النهار ورسالة الفجر، رسالة الضوء، رسالة النور. ازدحمت المدينة وشارك الكثيرين من حولها بمسيرة أعلام ثورة 26 سبتمبر المجيدة، وكأن السكان قد خرجوا جميعا باستفتاء شعبي حر، ولما لا يخرجوا وهم يرون أن ثورتهم يغتالها أعداؤها ويمنعون حتى رفع العلم، فأتى الكل دفاعا عن أهم مكتسب للشعب اليمني، والذي كان منسيا لولا استفزاز جماعة الحوثي للشعب وتكريسه مفاهيم العنصرية لما أحب هؤلاء ثورة 26 سبتمبر كما أحبها الآن، وأعادوا مفاهيمها وثوارها وأخلاقها وإنسانيتها إلى الواجهة. ما يحدث في تعز اليوم ومنذ بداية شهر سبتمبر هي حالة ثورية، يعني احتفاء بذكرى 62 لثورة سبتمبر، وأيضا توقا للخلاص من الإماميين الجدد هم جماعة الحوثي، وتوقا لإعادة البلاد وتحقيق كل أهداف الثورة السبتمبرية والخروج بهذه البلاد والعودة إلى الحكم الجمهوري السبتمبري دون السيد ودون المرشد ودون أي أنواع الوصايا على هذا الشعب. هذه مدينة لا تهدأ ولا تنام ما دام لها قضية عادلة وإنسانية تتبناها وتدافع عنها، فبعد أن رأوا بأن ثورة 26 سبتمبر في خطر حقيقي قرروا أن تعود إلى الصدارة ويعرفوا بها وبأهدافها الداخل والخارج ليلا ونهارا. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.